ورحمة الله، حياكم الله يا شباب. سأل معنا اليوم تويوتا كورولا موديل 2013، عندنا مشكلة في الجير الأوتوماتيك. شغل السيارة يا شباب. طبعا السيارة يا شباب فيها مشكلة، السيارة بتطلع بتفوت على الغيار الثالث والثاني أحيانا في المشي، أثناء المشي الـ RPM بتاع الموتور بيعلى والغيار بيفوت. طبعا بنطلع نجرب السيارة معكم، حاليا بنوريكم التفويتة اللي بتصير في الغيار أثناء المشي. شفنا الغيار الثاني، غيار ثالث، لاحظتوا كيف يا شباب؟ انتبهتوا من التفويت اللي بيحصل في الغيار الثالث؟ طبعا في دب ما بين الغيارات. بعد كيف يا شباب التفويت في الغيار؟ سيارة فيها تفويت في النمرة الثالثة فقط، باقي الغيارات تاعت السيارة ماشية طبيعي، ما فيها أي مشاكل أبدا، التفويت فقط في النمرة الثالثة. وبيحصل التفويت هذا نفسه بعد السرعات العالية، بعد ال 120 لل 140 تقريبا بيحصل نفس التفويت، الـ RPM بيعلى والسيارة ما بيصير فيها عزم ابدا. غالبا تكون هذه في مشكلة في بند او مجموعة داخل الفتيس، مجموعة كلاتشات هي اللي فيها نفس المشكلة، لان المجموعة هذه بتكون بتعشق اثناء الغيار الثالث واثناء الغيار الخامس كمان. طبعا بهاي الحالة لازم الجير يتفك برا، ولكن ما راح نصلحها يا شباب، راح نبدل الجير كامل. وفي شيء مهم كمان طبعا يا شباب، ان فتيس السيارة هذه اتغير ثلاث مرات، الفتيس اتبدل ثلاث مرات، اول مرة صار فيه نفس المشكلة تبدل الفتيس، ثاني مرة صار في نفس المشكلة تصلح بدل وكان في مجموعة كلاتشات محترقة في الداخل بدلوها وبدلوا الكولر معاها، وثالث مرة صار فيها المشكلة هذه مثل ما انتم شايفين حاليا. يعني اول مرة كان فتيس فوت بدلوه خالص، ثاني مرة صلحوه وبدلوا الكولر بتاع الفتيس اللي هو داخل الريديتر، وثالث مرة هي المرة هذه. فبهي الحالة يا شباب لازم نبدل الفتيس مع الكنترول بتاع الفتيس والمكنة. غالبا يكون سبب خراب الفتيس يكون في لخبطة في الاوامر اللي بيعطيها للجير او في توقيت النقلات او في التحكم في ضغط الزيت، الامور هاي كلها مسؤول عنها الكنترول. فالمرة هذه بنبدل الفتيس كامل مع الكنترول تبع المحرك. حاليا ان شاء الله بنبدا بالفك وبنتابع معكم خطوات العمل. نبدا يا شباب فك الاجزاء اللي في الاعلى، بنفك الكفر بتاع المحرك، بنفك الهوايه والبطاريه. هذا الكنترول يا شباب شايفينه، هذا الكنترول هذا بنبدله، بنبعث على واحد ثاني مع الفتيس. عرفتوا كيف؟ لان مثل ما قلت لكم بنسبه 80 او 90% تكون المشكله منه، سبب الخراب اللي بيصير في الفتيس لخبطه اوامر بتطلع من الكنترول، توقيت ضغط الزيت للمجموعه وتوقيت فتح وقفل السولونايدات، الامور هاي كلها بتكون صادره من الكنترول. فراح نبدل الكنترول معاه بالمره. شفتوا يا شباب، بعدها بنفك الواير بتاع الغيارات، الواير بتاع الغيارات شايفينه هنا. بعدها بنفك الواير، بنفك سلوك الكهرباء، وبنفك الفيش بتاع الحساسات وبتاعت البودي فالف. عرفتوا كيف؟ وبتكون من فوق تقريبا مخلصين، يعني بيبقى عندنا المسامير بتاعت الدائرة، وبعدها بنرفع السيارة. شايفين يا شباب؟ فكينا كل الجزئيات اللي في الأعلى هنا، فيشة حساس السرعة في الداخل، وفيشة الانبوت سبيد سنسور هنا، وفيشة البادي فالف، وفيشة السلكتور، فكينا الواير. هذه فيشة البادي فالف والسلكتور مثل ما انتم شايفين. وهنا فيش حساسات السرعة. وهذه الضفيرة اللي بتكون ماشية من فوق الفتيس، ملاحظين؟ فكناها من داخل علبة الفيوزات، فكناها من هنا من داخل علبة الفيوزات وسحبناها كل للخلف. وعندنا هذا الواير بتاع الغيارات كمان فكناه. حاليا بنرفع السيارة وبنبدأ شغل من تحت. أول شيء بنرفع السيارة وبنفضي الزيت عشان نفك الكبالن ونفك خراطيم التبريد اللي هنا. شايفين يا شباب رفعنا السيارة، هذه السيارة بالأسفل. طبعا اللي محتاج نفكه من الأسفل كالآتي: قاعدة الفتيس الأمامية والقاعدة الخلفية كمان، والقنطرة الصغيرة هذه اللي بتكون تحت الفتيس، عرفتوا؟ وبعدها بنفك مسامير الكونفرتر، بيكونوا من الناحية الثانية هنا من عند المكنة، وبنفك الكوبلين الطويل القصير والكوبلين الطويل، وبكون الفتيس جاهز على التنزيل. بس طبعا أول شيء لازم نفضي الزيت تاع الجير. شايفين يا شباب؟ طبعا الزيت نظيف، لاحظوا الزيت لونه أحمر ونظيف، لأن صاحب السيارة لما صار في التفويت في الجير ما مش عليه كثير، جاء مباشرة على الورشة. نعم يا شباب الزيت حالته كويسة، ولكن لازم يتبدل، يعني ما ينفع يشتغل مرة ثانية. خلاص دام في تفويت في الجير والأربيم صار يرفع، خلاص لازم يتبدل، لأنه بيكون صار في فريكشن واحتكاك مش مرغوب فيه داخل الكلتشات من الداخل. حاليا إن شاء الله مثل ما قلت لكم بنطلع الكبالن أول شيء، وبعدها بنفك القنطرة هنا عشان نطلع مسامير التورك كونفرتر،
وبنفك خرطيم التبريد وبنفك قواعد القرل في الاسفل، وان شاء الله بكون جاهز على التنزيل. شايفين يا شباب هاي القنطره فكيناها وفكينا كمان القواعد معاها، عرفتوا كيف؟ في قاعده هذه الخلفيه طبعا خليتها راكبه بمكانها لانه تطلعها صعب شوي. حاليا فكينا كمان مسامير داير اللي تحت هنا، حاليا بنفك مسامير تور كونفرتر. المسامير بتكون هنا تحت الكفر هذا، مثل ما شفتوا مسامير 12 ملي هنا، بكون حوالي 6 مسامير تقريبا. بنفك مسامير تور كونفرتر، بنفك خرطيم التبريد، وبكون خلصنا شغل من تحت. وطبعا باقي الكبالن. طبعا المسامير تحت الكونفرتر يا شباب مثل ما شايفين فكناها. بعدين هنا نطلع خرطيم التبريد، خلينا نصف الزيت تحت مثل ما شايفين بهي الطريقة، وبنرفع مقاس الزيت كمان. مقاس الزيت عشان لما ننزل الجير ما يقعد يخبط بأي شيء. بظل عندنا بس مسامير الدائر اللي في الأعلى والكبالن والقاعدة بتاعت الفتيس. ان شاء الله بنطلع الكبالن بنحل المسامير وبننزل الفتيس. شايفين يا شباب هذا الكوبلين قصير فكناه، وهذا الكوبلين طويل هنا. طبعا في شيء مهم يا شباب، حساسات الاي بي اس فكوها من مكانها عشان الجنب لما ينزل لتحت بهذه الطريقة عشان الحساس ما ينقطع، عرفتوا؟ يعني الحساس بيكون راكب هنا، لو الجنب بتاع العفشة حليتوه وشاد على السلك، السلك ممكن ينقطع من الداخل، عرفت كيف؟ فعشان هيك فكوه أحسن. كمان هنا بالجنب الثاني مثل ما أنتم شايفين، والأفضل كمان لو علقنا هذه بهذا الشكل عشان كمان ما يحمل عليها خرطوم الفرامل، الهوز بتاع الفرامل، عرفت كيف؟ حاليا بنرفع جناب هذه بهذه الطريقة، بنفك القاعدة بتاعت الفتيس وبننزل الفتيس. مثل ما أنتم شايفين يا شباب هذا هو الجير فكناه. طبعا شكله راكب لسه راكب جديد، يعني ما له فترة طويلة، عرفتوا؟ في خلال فترة قصيرة السيارة خربت 3 فتايس، واحدة تصلح واثنين تبدلوا مثل ما انتم شايفين. هذا الكنترول طبعا بنطلعه كمان بالمرة عشان مثل ما قلت لكم راح نبدل الكنترول، لأنه بنسبة كبيرة يكون هو سبب خراب الجير. شايفين يا شباب هذا هو الكنترول. مثل ما قلت لكم يا شباب حاليا بنبعث على جير جديد وكنترول جديد، نتابع معكم خطوات العمل ان شاء الله. يا شباب هذا الفتيس الجديد وصل، طبعا هو استعمال خارج ولكن بحاله ممتاز جدا. حاليا بننقل الاغراض مثل القاعده والقاعده اللي هناك، بننقلهم بنركبهم هنا، نتابع معكم خطوات العمل ان شاء الله. يا شباب هذا الفتيس ركبناه في السياره، ركبناه في حط السياره مثل ما انتم شايفين، ربطنا القاعده من هنا وربطنا مسمار داير من هنا. حاليا بنقفل السياره وبنكفي فيها شغل بكره ان شاء الله عشان بس الوقت تاخر. والله يا شباب رجعت لكم، ان شاء الله بنستكمل خطوات تركيب الفتيس. طبعا ما اظن تركيب الفتيس محتاج ان يتصور لان الخطوات بسيطه وكانت نفس خطوات الفك بالضبط. بنربط مسامير داير، اول شيء بنربط مسامير الكونفرتر من تحت، وبعدها بنركب القنطر الطويله اللي من اسفل السياره، وبنركب الكبالن وبننزل السياره. ومن الاعلى كمان يا شباب بنركب باقي مسامير الداير من الاعلى، وبنربط المرش، بنركب الواير بتاع عصايه الغيارات، وبنركب فيشه السلكتور الكبيره وفيشه البودي فالف، وبركب فيشه الانبوت والاوتبوت سبيد سنسور، وبعدها بنركب قاعدة البطارية، والبطارية بنقفل فلتر الهواء، وبكون ان شاء الله الفتيس جاهز على التشغيل. ان شاء الله حاليا بنقفله ونتابع معكم خطوات العمل. مثل ما شايفين يا شباب قفلت كل الجزئيات اللي بالاعلى بالكامل، ما عدا باقي عندي نزود زيت للجير والكنترول، لسه بنتظر الكنترول، الكنترول الجديد لسه ما وصل. ركبت كل الجزئيات اللي في الاسفل، الفيش والوصلات والواير تاع الدبرياج، وركبت قاعدة البطارية والبطارية وفلتر الهواء والغطاء اللي في الاعلى هنا. طبعا ركبت العجل وركبت كل شيء في السيارة من تحت ونزلت السيارة. حاليا بنجيب الزيت وبنستنى الكنترول عند ما يوصل. زيت يا شباب مثل ما انتم شايفين اصلا من شركة تويوتا، زيت تايب 4 اي دي اف فلود، اوتوماتيك ترانزميشن فلود. هذا الزيت الاصلي يا شباب بتاع الوكالة بتاع تويوتا. حاليا ان شاء الله بنزود زيت، نتابع معكم خطوات العمل. طبعا مزود لـ 4 لتر يا شباب، عرفتوا؟
الفتيس فاضي من الزيت بنزود 4 لتر، وبعدها بنعمل تشيك على المقاس بعد ما نشغل الفتيس. والله شباب امور الفتيس جاهز على التشغيل، ولكن بنستنى الكنترول اللي عندنا يجي. شباب هذا الكنترول تاع السيارة لسه وصل حالا، هذا هو الكنترول الجديد يا شباب، حاليا ان شاء الله بنركبه ومتابع معكم خطوات العمل. يا شباب بننزله مكان القديم بهي الطريقة، حاليا بنربط المسامير بتاعته وبنتابع معكم خطوات العمل. طبعا يا شباب بس الكنترول هذا ما راح يشتغل مباشرة على السيارة بسبب موضوع الايموبلايزر، لان السيارة فيها شفرة فيها ايموبلايزر فما راح يشتغل على هذا الكنترول. حاليا بنقول لكم ايش الطريقة عشان يشتغل عليه مباشرة. نربط فيش الكنترول يا شباب مكانهم مثل ما انتم شايفين، مثل ما انتم شايفين يا شباب هيك احنا ركبنا فيش الكنترول. حاليا شوفوا مباشرة من شغل السيارة، السيارة ما راح تشتغل معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا متأكد من هالحركة ان السيارة ما راح تشتغل. لاحظتوا كيف؟ السبب يا شباب ان الكنترول الجديد هذا ما هو متعرف على الشفرة بتاعت المفتاح. طبعا هاي الحالة في طريقتين ممكن نحل الكنترول الجديد، ناخذ السوفت وير بتاع الكنترول القديم ونركبه على الجديد عشان يتعرف على الشفرة بتاعت المفتاح، او الطريقة الثانية ان نبرمج الكنترول نفسه على المفتاح، عرفتوا؟ ولكن عشان نبرمجه لازم يكون معانا البين كود ولازم نسحب الشفرة بتاعت المفتاح وفيلم طويل. في طريقة ثالثة ان نبرمج الكنترول على المفتاح مانوال بدون اي ادوات بدون اي شيء. حاليا بوريكم الطريقة. طبعا طريقة برمجة الكنترول الجديد على المفتاح باستخدام بس بريدج صغير، شايفين البريدج هذا يا شباب؟ باستخدام البريدج الصغير هذا شايفينه. حاليا بنوريكم كيف الطريقة يا شباب. بنفتح فيشة الـ OBD2، عرفتوا؟ بناخذ البنة رقم 4، استنى اشغلكم الفلاش هنا. بنبدأ العد من هنا، هذا البنة رقم 1 1 2 3 4 تمام. بنعملها بريدج على البنة رقم 13، هذه 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، البنة رقم 13 والبنة رقم 4، عرفت كيف بنعمل بريدج ما بينهم؟ لاحظوا كيف 1 2 3 4 هذه البنة رقم 4، شايفين يا شباب عملنا البريدج بهذه الطريقة ما بين البنة رقم 4 والبنة رقم 13، شايفين كيف؟ طبعا أهم شيء يا شباب بطارية السيارة تكون مشحونة كويس. بعدها بنفتح السويتش، بنحط المفتاح بالسيارة وبنفتح الكونتاك، بنترك السيارة بهاي الطريقة أو بهذا الوضع لمدة 35 دقيقة، يعني نص ساعة وخمس دقائق. البريدج هذا موجود في فيشة الـ OBD2 ما بين رقم بنة رقم 4 وبنة رقم 13، والمفتاح في الكونتاك والسويتش مفتوح، عرفتوا؟ لمدة 35 دقيقة. أهم شيء تكون بطارية السيارة مشحونة كويس، عرفتوا؟ حاليا بنستنى لمدة 35 دقيقة وبنرجع لكم. تقريبا يا شباب لي حوالي 40 دقيقة السيارة السويتش مفتوح والبريدج مثل ما هو، لو تركناه بزيادة أحسن. حاليا بنفصل السويتش، عرفتوا؟ بنشيل البريدج وبنشغل السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما شفتوا يا شباب. طبعا بهذه الطريقة يا شباب بتعيد برمجة الكنترول على باقي أجزاء السيارة. لو بدلتوا كنترول السيارة تويوتا أو لكزس بيكون برمجته بهاي الطريقة، برمجته على المفتاح، برمجته على باقي أجزاء السيارة وأجزاء المحرك والفتيس وكل شيء. عرفتوا كيف يا شباب؟ الحركة هذه مهمة كثير في سيارة تويوتا ولكزس. أي سيارة تويوتا ولكزس بدلوا الكنترول بتبرمجوه بهاي الطريقة، البنة رقم 4 و13 في الأودي 2 بتعملوهم بريدج وبتخلوا السويتش مفتوح لمدة 35 دقيقة. احنا شايفين يا شباب حاليا بنترك المحرك يسخن شوية والفتيس يسخن شوية، وبعدها بنعمل تشيك على مستوى الزيت بتاع الفتيس. بعد ما المحرك سخن شوية يا شباب بننزل العصاية على الغيارات واحد واحد بهي الطريقة. لاحظين هنا في الداشبورد ال 2 3 دي ان ار بي، بنترك العصاية على كل غيار مثلا لمدة ثانيتين او خمس ثواني، عرفتوا كيف؟ وبعدها بنقيس الزيت مرة ثانية. طبعا انتبهوا يا شباب تنقيل الغيار من الدي للثلاث ما بيكون من قدام عن طريق الفتيس، بيكون من السويتش داخل العصاية. يعني مثلا لو ننزل من البي على الار الواير بيتحرك، عرفتوا؟ في الامام عند الفتيس، ومن الار على الان كمان الواير بيتحرك
بيحرك السلكتور وعلى الدي كمان، ولكن من الدي للثلاث في سويتش داخل العصاية هو اللي بيحول على وضع الثلاث، عرفتوا؟ هذه الثلاث هذه الدي. الحركة هذه يمين وشمال، ما بتحرك الواير قدام في الفتيس، يعني ما بيكون في حركة ميكانيكية، حركة كهربائية فقط عن طريق السويتش داخل العصاية هنا في الداخل، عرفتوا؟ السويتش هذا بينقل الإشارة للكنترول، بدل ما يخليه دي بيعطيه إشارة إنه هو على الغيار الثالث، عرفتوا؟ سويتش كهرباء فقط، والأنو الثلاث بيكون حركته ميكانيكية. نشيك على زيت الفتيس زي ما انتم شايفين يا شباب. العلام الغيار الزيت معلم اللي هنا في الفتيس، عرفتوا الجزئيه هذه. طبعا هنا بين الشرطتين اللي تحت المقاس وهو بارد، وبين الشرطتين اللي فوق بيكون المقاس وهو سخن، فغالبا يكون مقاس الزيت مظبوط، عرفتوا؟ ولكن بنستناها لما تسخن على الاخر، المفروض المقاس يرفع لهنا، لان الزيت لما يسخن درجه حرارته بتزيد وحجمه بيزيد كمان، عرفتوا؟ السيخ خضع عليه مقاسين، واحدة للمقاس البارد واحدة للمقاس السخن، لما يكون درجة حرارة الفتيس باردة ولما تكون سخنة. حاليا بنطلع السيارة بنجربها، بنمشي بيها مشوار صغير، وبعدها بنرجع نشيك على الزيت مرة ثانية، بكون درجة حرارة الفتيس ارتفعت كويس. طبعا يا شباب بنعمل تشيك على السيارة على الفتيس ودرجة حرارته قبل لا نمشي بيها. أموره تمام. طبعا بتلاحظوا انتم السيارة هذه يا شباب ما استخدمت السكانر أبدا، ولا في تشخيص المشكلة ولا أثناء حل المشكلة. عرفتوا؟ لأن في عطال يعني بتكون خلاص، يعني الواحد تمرت عليه اكثر من كذا مره، فالواحد خلاص عود عليه، صار بيعرف ايش الخطوات اللي لازم يتابعها وايش الخطوه اللي لازم يسويها مباشره بدون استخدام السكانر. عرفت كيف؟ حتى اثناء السياره لما ما كانت تشتغل بسبب موضوع الشفره والكنترول الجديد، ما استخدمت السكانر عشان نحدد المشكله من ايش، خلاص عارف المشكله مباشره وين. مثل ما قلت لكم، لان العطال هذه بتمر على الواحد اكثر من مره. يعني ريفولت كود مثل ما انتم ملاحظين هنا، ستارتابيليتي مال فانكشن، هذه الاعطال هذه لما كان في مشكله في التشغيل، عرفتوا؟ هيستوري هذه لما كان في مشكله في تشغيل المحرك ما بيشتغل، بيسجل هذه الاعطال. اي مشكله في التشغيل في سيارات كورولا بالذات او سيارات التويوتا عامه، اي مشكله في تشغيل طرمبه بنزين، حساس كرانك، حساس مش عارف ايش، بتلاحظوا هذا العطل ستارتابيليتي مال فانكشن لازم يكون موجود، عرفتوا؟ بقول لك انه في مشكله في الستارت تاع المحرك. ندخل على داتا ستريم، ممكن نعمل ريسيت للميموري بس ما في داعي، لا ما اظن، او ماشي هي بنطفي السياره بنعملها ريسيت للميموري. شفت ميموري؟ اوكي، لاحظين انه ما اعطينيش بليز ويت 54 سكند، عرفتوا؟ Now that memory reset is complete, perform the following operation: turn the ignition switch off and back on. هذه switch off وهي back on. Drive the vehicle and stop and go between of approximately 15 minutes. بقول لك أول واحدة إنه لازم تطفي وتفتح كونتاك مرة ثانية وتشغله، وبعدها تمشي بالسيارة لمدة 15 دقيقة stop and go، يعني اللي هو المشي ما هو straight على خط، اللي هو بيكون مشي داخل المدينة. بنعمل أوكي. ما في ريسيت مخصوص للأوتوماتيك ترانزميشن، ريسيت ميموري، ريسيت ميموري الكاملة للترانزميشن والمحرك كمان. شغل مرة ثانية، بنرجع على داتا ستريم. هذه الشفتات يا شباب، عرفتوا الشفت ستيتيو؟ لاحظوا كيف هذه لما يصير نعطي غيار، عرفتوا؟ هنا الدي رينج اعطاني اون، هنا بنجيبها على الثلاث، الدي رينج الثلاث رينج اعطاني اون، طبعا الدي كمان معطيني اون مثل ما قلت لكم، لان هنا سويتش بيحول الحركة من الدي للثري، عرفتوا؟ الاثنين اعطاني اون، ال اعطاني اون، عرفتوا؟ الاثنين الدي الار رينج اعطاني اون، عرفتوا؟ البار اعطاني اون، عرفتوا كيف يا شباب؟ الشيفتنج ستيتيو كلها تمام، عرفتوا؟ وين غريبة ما في ترانسميشن تمبريتشر، درجة حرارة ترانسميشن. هذه الثروتل موتور ديوتي الكلوز والاوبن، هذه بتاعت البوابة الالكتريك ثروتل، عرفتوا؟ فيها موتور بيشتغل ديوتي سايكل اوبن وكلوز، هنا لو محتاجين تتابعوا القراية بتاعتهم. ما حصلت قراية درجة حرارة الفتيس والشيفتنج بوزيشن، عرفت اللي هو يعطيني الغيارات. ترى بنجيب السكانر الثاني، ممكن سوفت
ممكن سوفت اللي انا داخل عليه من تويوتا ما هو مظبوط، عرفتوا السوفت من البرنامج هذا ما هو مظبوط. جيس كانتو يا شباب تويوتا انترناشونال ستار سبورت راين. اوكي ندخل على، طبعا لاحظوا هنا يا شباب في بالجيسكان لقيت هنا اوتوماتيك ترانزميشن سيفتي ليرنينج فاليو انستليشن، ممكن نختارها. انستليشن كومبليت، عرفتوا. ما بعرف ايش السبب ان اجهزة السكانر بيكون فيها خصائص او اوبشن مختلفة عن الثانية، عرفتوا. هنا جي سنسور او زيرو بوينت ليرنينج ستارت بس ما بنحتاجها. هذه الكتريك ثروتل، هناك ما كان في الكتريك ثروتل، عفوا ليرنينج. هناك كان في بس ميموري ريسيت تقريبا. هنا في ميموري ريسيت؟ لا ما في ميموري ريسيت هنا كمان، مش عارف. هناك ممكن الميموري ريسيت هناك لكل شيء، لكن هنا مخليهم واحدة واحدة. بهذه الطريقة بنعمل ريسيت للاوتوماتيك ترانسميشن والسي في تي، عرفتوا. نرجع ندخل، على داتا اناليسيس. طبعا يا شباب احنا محتاجين سكانر بس عشان نشيك على الفتيس على النقلات بتاعته ان كلها بتنقل، وعلى الانبوت والاوتبوت سبيد. ما بظن هنا كمان نحصل القراية تبع درجة حرارة ال اهي اوتوماتيك اويل تمبريتشر، عرفتوا. والله موجودة هنا الثانية ما هو موجودة. طيب راح نختار، لاحظوا هنا كمان في اختيار اوتوماتيك ترانسميشن اويل الاستديو بتاعته. اوكي اخترت لكم الاربع قراءات، الفيكل سبيد والتوربين ار بي ام اوتوماتيك ترانسميشن اويل تمبريتشر والترانسميشن جير شيفت بوزيشن، عرفتوا. هذه الغيارات، هذه درجة حرارة الفتيس، هذه الانبوت سبيد، هذه الفيكل سبيد. حاليا بنطلع على الطريق ونتابع اداء الفتيس معاكم على الطريق مباشرة. شايفين مشينا على الغيار الاول، حاليا على الغيار الثاني. على الغيار الثالث. احنا علينا على الغيار الثالث يا شباب، الحين ما في اي تفويت ابدا. حاليا على الغيار الرابع. درجة حرارة الفتيس 90 تقريبا، كويس. شايفين يا شباب غيارات السيارة كويسة وتمام 10/10. حاليا بنجرب هارد درايف شوي، عرفتوا. بنحاول نجيب سرعة فيها. رحت يا شباب درجة حرارة الفتيس 94 فقط، هنا السرعة كانت حوالي 160 تقريبا. طبعا حاليا لما بنرجع على الورشة بعد المشوار هذا كمان بنرجع نشيك عليها مرة ثانية وبنشيك على مستوى الزيت كمان كويس. فين يا شباب ما بحفظ عليكم ولا لا، المقاس على هنا بالضبط، عرفتوا؟ المقاس بتاع الزيت على الفل هنا بالضبط. شباب دخلت لكم المقاس هنا للداخل عشان نوريكم المقاسات، هنا كول وهنا هوت، عرفتوا؟ المقاس ما بين الشفطين هذول هو الفتيس بارد وهنا وهو سخن. لما كان بارد قسناه هنا، لما كان سخن
الزيت رفع لغاية هنا، هيك بيكون مقاس الزيت مظبوط 100%. قلت لكم يا شباب اي مشكلة بتواجهكم في تيس الاوتوماتيك، مثلا المشكلة تكررت مرة او مرتين او ثلاث وبدون اي سبب واضح، يعني مثلا السيارة صار فيها تفويت ثلاث مرات في الفتيس في نفس الجزئية، عرفتوا؟ مرة الفتيس بدل، مرتين تبدل، ومرة تصلح. في هاي الحالة بدل الكنترول مباشرة، لان مثل ما قلت لكم ممكن يكون في مشكلة في الاوامر اللي بتطلع في من الكنترول للفتيس، مشكلة في توقيت تشغيل البلبات، مشكلة في توقيت تعشيق الغيارات، مشكلة في اي شيء، عرفتوا كيف؟ المشاكل البسيطة هاي ممكن ما تسجل دي تي سي معاكم، ولكن راح تسبب ضرر في الفتيس. التأخير مثلا في توقيت فتح او قفل الفالف مثلا اللي بيتحكم في ضغط الزيت على المجموعة الثالثة، لو كانت سيارة مثلا على سرعة وتأخر شوية او فتح سلولي او مثلا او الفالف فتح بطيء ما فتح بالسرعة المناسبة، ممكن يصير عندنا ضرر في المجموعة وتؤدي بعد فترة قصيرة لتفويت في هاي المجموعة. مشان هيك يا شباب لما تقابلكم اي مشكلة في الفتايس من هذا الشكل بدلوا الكنترول مباشرة، او ممكن تبدلوا السوفت وير على الكنترول، ولكن تبديل الكنترول كامل افضل. هاي كانت حلقتنا لليوم شباب، بعرف ما هي حلقة دسمة او ما فيها كم كبير من المعلومات، ولكن اتمنى يا رب انكم تكونوا استفدتوا، ولا تنسوا دعاكم، دمتم بامان الله.